لو انت من الناس اللي بتستخدم البنوك في معاملاتهم المالية بشكل دائم او حتى متقطع، يبقى انت لازم تعرف ايه اللي حصل خلال الساعات الاخيرة والبنوك هتعمل ايه في الفترة اللي جاية. هو ايه بقى اللي حصل بالظبط؟ حسب تصريحات إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية، إن البنك المركزي بيستعد لفرض رسوم على التحويلات بين حسابات العملاء والبنوك بداية من العام الجاي، وده بعد وقفها 3 سنين، لكنه محددش بالظبط قيمة الرسوم اللي هتتفرض، وقال إن تحديد قيمة الرسوم على التحويلات بين الحسابات هيتم حسب سياسة كل بنك. وبالمناسبة البنك المركزي بيستعد من أول شهر يناير 2024 لفرض رسوم على تعاملات إنستا باي من خلال الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية، وده بعد ما وقف تحصيلها على مدار 21 شهر من بداية انطلاق الخدمة دي في مارس 2022، وده حسب مصدر مسؤول لمصرف اللي قال إن فرض الرسوم دي تيجي لسد جزء من تكلفة التشغيل، خصوصا بعد ما تم دفع ملايين الدولارات خلال إنستا باي. فدلوقتي بقى قول لنا إيه رأيك في قرار البنك المركزي؟